اقتراح مصري يلقى قبولا عربيا لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا العربية، ليحضر الاجتماع التمهيدي 9 دول عربية، فيما تغيبت السعودية التي رحبت بالاتحاد، بينما لم تحضر قطر وبعض الدول العربية الأخرى. توحيد النظم القانونية والقضائية في الدول العربية، إعطاء القاضي الإداري العربي يعني الفرصة الكاملة للتعرف على هذه الأنظمة، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم القانونية في المنازعة الإدارية بما يمكن من سرعة حسمها. إذا ما أثيرت في بلد عربي وأريد تنفيذها في بلد عربي آخر، في نظام أساسي احنا الآن موجود اهو بنناقشه وبنتفق على أحكامه لكي نقره ويتم المصادقة عليه، والاتحاد يبقى صالح يعني تفعيل دوره اعتبارا من العام القضائي اللي هو 11 اللي جاي بإذن الله أو قبل ذلك. يخرج الاتحاد بضرورة تعاون قضائي مشترك رغم الاختلاف الواضح بين القوانين المصرية والقوانين العربية، إلا أن الاتحاد العربي لمجالس الدول والمحاكم الإدارية سيعمل على توحيد القوانين العربية لتسير قوانين الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم الإدارية على توافق يضمن تفعيل مجلس قضائي قانوني عربي موحد. من الاتحاد بيجي الحوار، واللي ناقص يمكن البلاد العربية أكتر شيء هي الحوار، لأنه مثل ما قادرين ناخد من غيرنا قادرين نعطي غيرنا كمان، قادرين نحن بما عنا من خبرات ضمن البلاد العربية أنه نتبادل هالخبرات، أنه نحسن قضاءنا، أنه نسعى صوب قضاء مستقل وصوب دولة قانون بكل دولة من الدول العربية. نأمل إن شاء الله وسوف نصل إلى إقرار هذا النظام، وهو أول منظومة وأول كيان قانوني لمجالس الدولة، كي نستطيع من خلاله الاستفادة من خبرات هذا الاتحاد وكذلك مواجهة التنظيمات القانونية الإقليمية والدولية بهذا الاتحاد. وكل يوم يلتئم فيه الشمل العرب في أي مجال من المجالات هو ضرورة ملحة في هذا الوقت الذي يموج عالمنا العربي فيه بالتحديات ويحاول الإرهاب الأسود أن يأكله. سيكون مقر اتحاد مجالس الدول والمحاكم الإدارية بالقاهرة، ورغم أن الفكرة المصرية تبلورت منذ عامين، إلا أن تفعيلها على الأرض لم يتحقق إلا بعد رغبة حقيقية لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتفعيل العمل العربي المشترك من خلال تبادل الخبرات القضائية العربية في مسيرة للتطوير في مجال التدريب والتأهيل المستمر للقضاة العرب. منى عشماوي، الجديد من القاهرة.